حقيقة التجربة ديال الطريقة القديرة بوشيشية بالبركة ديال الشيخ سيدي الحاج عباس رحمه الله بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدي الحاج عباس عنده واحد يعني ربي يكرمه بواحد الكرم كبير وربي يعني لهمو الصواب باش ينتقل في المغرب كله هو ماشي غير بسوس يعني في المملكة المغربية كلها في البداية باش يبلغ هذا الرسالة المحمدية ربانية اللي هي عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الشيخ نزل لسوس ودار واحد الزيارة المباركة 1965 حنا ديك الساعة باقيين الشبان صغار باقيين طلبة يعني ولا صغار وبين لقانا به واستفدنا من الصحبة ديالو واستفدنا من اللقاء ديالو لقينا منه الأسرار الربانية الحمد لله وعرفنا منه شيء يعني شيء كثير الحمد لله عرفنا منه بزاف الحمد لله اللهم لك الحمد يعني خدينا بدنا بلا إله إلا الله وكتاب الله سبحانه عز وجل. والزاوية هنايا عندها واحد تأطير للشباب الجامعي بحكم الموقع ديالها في داخل المدينة وأيضا فالمريدين اللي في المدينة كلهم كيجيو يجتمعوا في الزاوية هنايا وكاينين زوايا أخرى اللي توما كيتواجدوا في المنطقة ديال سوس اللي جاوا من بعد البناء ديال هذه الزاوية هذه اللي كتبقى المركز في سوس. ونحن في هذا العصر في أمس الحاجة لمعرفة هذا العلم ولقواعده لنستفيد منها لا سيما وأن المفكرين اليوم والمثقفين يتحدثون عن أزمة الأخلاق. وقد سألتم عن سر انتشار التصوف وخصوصا طريق القادر البوتشيشية في هذا العصر، يمكن أن نقول هناك أسباب كثيرة للإقبال على هذا العلم، علم التصوف الذي كان مسلما به في وقت ما، وإن كان الناس اليوم كل ينظر إليه نظرة مختلفة خصوصا في المغرب وفي هذا القدر في سوس، كان التصوف معروفا ومسلما به ما من مدينة ولا من قرية إلا وتجد فيها زاوية. الحمد لله تمشينا والطريقة توسعت الحمد لله، انتقلت من أكادير إلى قلميم إلى إفني، بعد جات لتيزنيت، جات لمسا، جات لشتوكا، عاود مشات للعيون، مشات للداخلة، مشات لبوجدور، يعني الطريقة تحركت. المهم الحمد لله استمرت الطريقة وبعد جاء الشيخ سيدي حمزة رحمه الله دار واحد المجهود كبير كذلك في سوس توا نزل براسو عدة المرات نزل هنا عندنا في سوس نزل عندنا في دار سي مساح ودار ديالي ودار ديال الفقراء. والمهم دار السي الشيخ واحد المجهود كبير ونشر الطريق وجاو العلماء وجاو الصالحين وجاو أصحاب المدارس العتيقة وجاو الطلبة وجاو المريدين إلى هذه الزاوية عطات الثمار ديالها في سوس بالبركة وبالنصائح والإرشادات ديال الشيخ سيدي مولاي حمزة. اليوم كما كنعرفوا يعني التواجد الروحي ديال الاسلام فكيبقى شيء مهم للناس عامه والشباب خصوصا اللي كيخصهم واحد التاطير باش يتعرفوا على الاسلام اللي هو اسلام وسطي واسلام ديال التسامح وديال الاخاء. بطبيعه الحال الزاويه كتبقى ايضا واحد المركز اللي كيمارس مجموعه ديال الانشطه منها انشطه اجتماعيه انشطه علمية لقاءات وبطبيعة الحال اللي كتمارس أيضا مجموعة ديال الأذكار وديال اللقاءات اللي كتدخل في البرنامج ديال الطريقة اللي كيعطيه الشيخ الطريقة. وهؤلاء العلماء اجتهدوا في هذا المجال، مجال التربية ومجال الطاعة، كما ذكر الإمام ابن تيمية في فتاواه لما تحدث عن أهل التصوف قال عنهم إن الصواب فيهم أنهم أي القوم اجتهدوا في طاعة الله،
فمنهم السابق المقرب ومنهم كذلك المقتصد. ولا شك أننا عندما نتأمل هذه التجربة من الاجتهاد سنقف على تجربة غنية في التراث الإسلامي، أساسها وأهميتها إصلاح القلوب وتزكية الأخلاق. تلقاني في واحد خي كبير، في واحد سرباني كلام ديال الله ما تعرفوش الناس بزاف كلهم، كلام ديال الدق ما يعني ما ياخذوش الا اللي كرمو سيدي ربي به، اللي دق هذيك المعاني ديالها، ما يدق الحلاوه ديال العز يعني الحلاوه ديال العز الا اللي دقها. Allah'a emanet olun.